الدرس دوت هنتكلم فيه عن حاجة اسمها الكروماتيك سكيل. احنا شرحنا الكروماتيك سكيل نظري قبل كده. الكروماتيك سكيل بسرعة كده ازاي ان انا اعزف كل النغمات ورا بعض، سواء النغمات الطبيعية او الشارب. يعني لو هعزف مثلا A بعدها A شارب بعدها B بعدها C بعدها C شارب وهكذا لحد اخر السلم الكروماتيك. هناخد 3 طرق لعزف السلم الكروماتيك على الجيتار. الطريقة الاولى ان انا هعزفه على وتر واحد. تعالوا نبدأ مثلا بالوتر الأول. أنا هعزف الوتر الأول أوبن، بعدين الخانة الأولى، الخانة التانية، الخانة التالتة، الخانة الرابعة. أنا المفروض أعزف الخانة الخامسة، بس أنا مش هفضل ماشي بصباع الرابع، أنا هنقل إيدي كلها من الوضع الأول اللي هو الصباع الأول في الفت الأول للوضع الخامس position 5، وهعزف الخانة الخامسة بصباع الأول تاني، بعدين السادسة التاني، السابعة التالت، الثامنة، وبعدين هعمل نفس النقلة تاني. خلي بالكوا وانا بنقل، انا صباعي الاول هو الدليل بتاعي اللي لما بيوصل عند الخانة اللي انا عايزها بيقعد تاني مكانه، اللي هي الخانة التاسعة، 9 10 11 12. هنكتفي لحد الخانة الـ12، وده كده هيبقى اوكتاف واحد من السلم الكروماتيك. وهنرجع عكس ما جينا، هيبقى 4 3 2 1. هرجع بصباعي الرابع دليل، 4 اهم حاجه وانا بعمل التمرين دوت ان النقله تبقى في الزمن في التيمبو من غير ما اكسر الايقاع بتاعي. يعني ما اعملش كده يبقى صوت وحش، انا عايز الموضوع يبقى منتظم. تعال نجربه مع بعض. الحاجات اللي نخلي بالنا منها وانا بعمل التدريب كتير، هتلاقي لما تروح النغمة دي بتبقى اعلى من اللازم لان جسمي بيتشنك فيها، وهو انا مش عايز اعمل كده، انا عايز الموضوع كله متوازن، يبقى الصوت كله شبه بعضه. السوش ان انا في ايدي اليمين لازم ابدل ما بين الاي والام، او استخدم بكادو يعني اي وام اي وايه، ابدل ما بين اي صباعين. الطريقة التانية لعزف السلم الكروماتيك، هستخدم الـ6 أوتار كلهم. هعزف على كل وتر اول 4 خانات زائد الوتر نفسه اوبن، يعني هعزف على الوتر 0 1 2 3 4. خلصت وصلت الفريت الرابع على الوتر الثالث، هنزل على الوتر اللي تحتيه اوبن 0 1 2 3 4، وبعدين الوتر اللي تحتيه الرابع 0 1 2 3 4، وبعدين الوتر اللي تحتيه الثالث 0 1 2 3. الوتر الثالث هعزف عليه 3 فريتات بس. ليه؟ عشان الخانة الرابعة هي الوتر التاني اوبن، فانا مش هكرر النغمة دي. يبقى الوتر التالت 3 فرتات 0 1 2 3، واكمل 4 تاني. الوتر التاني 0 1 2 3 4، بعدين على الوتر الاخير 0 1 2 3 4. وهرجع عكس ما جيت، 4 3 2 1 0، 4 3 2 1 0، 3 2 1 0، 4 3 2 1 0، 4 3 2 1 0. انا كده عزفت السلم ده اوكتافين لحد الاي، زودت 4 نغمات. مش مشكله، هو كده كده السلم الكروماتيك يعني ملوش دليل، ما هو بيتعزف من اي مكان اوصل لاي مكان. طيب نعمله مره على بعضه بسرعه وسط. سواء انا عدت النغمة الاخيرة او لا مش دي القضية. طيب الطريقة التالتة، هدمج الطريقتين دول عشان اوصل للسلم الكروماتيك 3 اوكتاف. هبدأ من الاي في الوتر الثالث، هعدي على الاي على الوتر الرابع، ادي تاني اي في سكتي، بعدين الاي بتاعت الوتر الاول، بعدين هوصل خامس اي، اسف رابع اي في الموضوع، تبقى الفريت الـ12. فانا همشي كل وتر 0 1 2 3 4 لحد ما اوصل للوتر الاول تحت. وبعدين لما وصلت للوتر الاول هبدا ادخل على الوتر الاول نفسه لحد ما اوصل للخانه الـ12. يبقى انا كده عزفت 3 اوكتاف. لو عايز اصعبها على نفسي اكتر كمان ممكن انقل كمان سويتش، اروح لبوزيشن 13، العب 13 14 15 16،
هيبقى كفاية أوي، مش لازم أكمل الأخيرة، وهرجع كل ده تاني. وأنا راجع أفكركم، الدليل صباع الدليل يعني إيه دليل؟ يعني بيفضل قاعد على الوتر ويتحرك عليه، مش بنط البوزيشنات ما بنطهاش عشان الدقة تزيد. والام حتى على الاوتار البيز او التريبل، ولازم ابدل ما بين الاي والام.